السلام عليكم، حياكم الله، معكم كوشياكو، هذه جرين هيل. طبعا زي ما انتم شايفين احنا الصبح الساعة 6 تمام، وخلصنا من مهمتنا اللي فاتت. الحين باقي بس خلينا نشوف الارهاق في شيء تمام. الحين راح عندنا مهمة، واللي هي وش مطلوب مننا؟ يقول لك تشيك ذا لام تو لوكيشن. خلينا نشوف الماب، هذا هو لام تو لوكيشن. احنا مكاننا هنا تمام، راح اروح اشوف وشو هنا بالضبط ونرجع. شوف الحين الاكل عندنا واغراضنا، مستعدين جهز. اوكي تمام، الحمد لله كل شيء تمام. الحين عندي كل شيء تمام. مطلوب مني اني اشغل شو اسمه التليكوم. شوف ايش مكتوب، لحظه. هلو ميا. هلو. اوكي ميا، يو ذير؟ جيك، اوه ماي جاد، ايم فريكينج اوت هير. واي ديد يو جو سايلنت؟ وات هابند؟ باتري دايد، اي هاد تو تشارج ات. وي كانت توك لونج، جست تيل مي وير يو ار، وي ويل فايند يو سم هاو. I told you, I'm safe. Let's focus on you, okay? Report everything. I'll always be here for you if you need to talk. Okay. خلنا نشوف الساعة. اوكي عندي اتصال ثاني بعد، خلنا نشوف شو مكتوب. والدو، are you in our tent? اسألها قول وين انتي. Does that mean you're in our tent? You know I'm safe. I already told you. Don't waste the battery. I'll be wherever you need me. Okay, will do. Over and out. في اتصال ثاني، خلينا نشوف. What كل هذولا؟ About this village I found. I drink هذا هو. Mia, before you called, I drank ayahuasca. It helped me remember our first days here. When you went to the village. Jake, don't ever do that again. It's dangerous. Besides, not all you see under its influence is true. But did you get to the village by boat? Yes. And you did take part in the ritual. That doesn't change anything. I'm afraid of what you might see. Just come back to me. Please, let's leave the past behind. I'm trying to, but I need to know what happened. بجد؟ ميا. من جد والله، المفروض انها تقول له. اوكي. اشوف ايش تقول، اضغط على التليفون مرة ثانية. About this village, I miss Emiya, you called me in the middle of the night. Yeah, just before the accident, you called me in the middle of the night. ليش اتصلت عليه؟ What happened? My lamp went out. I panicked. يا شيخة. بس هذا عذرها؟ اوكي خلنا نشوف المرة الثانية. هي طبيعية والله. لا. No, come on. You were scared. What happened? Don't worry about me. Yes, Salam. I need to know if everything's all right. Okay? It's not all right. How can it be? قولي الحقيقة. Far away from me. Hey, you're right. It was just a dumb question, okay? I'm just worried. I know, mi amor. Well, أشوف شو مكتوب. About this village. Hey, Mia. About this village I found. Yeah. What about it? It's abandoned, but I found a few burned items that couldn't belong to the tribe. These came from outside the jungle. It looks like. Are you certain we haven't been here before? The tribe fears our world, but they would never burn our thing. They know we are not the enemy. يعني من الأشياء المحروقة. طيب من اللي حرقها؟ ما أقدر أشيله. You don't think that there's someone else here, do you? I don't know, but I don't like any of this. Just be careful if you see anyone. وشت. تقول انتبه اذا تشوفوا اذا صار في احد. خل نسوي لنا الباندج. يا
يلا يمكن خارج تصوير. اوكي عرفت الاتجاه من هنا. اطلع اتحرك على اتجاه الايست الشرق اتصور. اطلع من هنا شوف الماب. انا الحين قاعدة امشي من هذا الاتجاه. يلا خل نقطع النهر ونروح شوف ايش في هنا. بسم الله. شوف ايش لقيت. لقيت كهف تحت تحت الشلال. وات حدد لي ممتاز. حدد لي مكان اوبسيديان ممتاز جدا. الاوبسيديان حلو. حدد لي مكانه في الماء ممتاز. انا ابغى يحدد لي. شوفوا هذا هو. لازم امشي على النهر واول ما يلف اطلع. اذا لف اللفه هذه راح اطلع راح تقريبا للنورث. اطلع اوكي الايست. اوكي راح الحق النهر ونشوف شو يصير. اوكي حلو. الماء اللعبه تساعدكم عشان تدلون الطريق. يلا راح امشي معاه لين اشوف شو يصير. اول ما يلف على النورث اغير مكاني. خلنا ناخذ الرمح معانا. سبحان الله انتبه من شو اسمه. انتبه من ياب. هذا هو لف. ضغط الاف نشوف. ياب لف النهر يعني تقريبا من هنا الطريق. ما في شيء يطلع فوق. شلون بطلع الحين؟ شكلي راح ارجع شوي ورجعت رجع. هذا هو شوفي هنا راح احاول اطلع. أو شيت صعب. لازم نروح من الجهة الثانية. شوف الجهة الثانية إن كان في شجرة تطلع لنا. يلا أول ما أطلع فوق هناك أرجع لكم. أوكي وصلت. شوفون أنا هنا عند اللفة اللي قلتكم عليها. وأخيرا نشوف شوين يوصلنا الطريق. إن شاء الله يكون. شوف الماب. يب أنا الحين تقريبا هنا عند هالخط هذا. يعني شوي نلف على يدنا. بسم الله شوي نلف على يدنا اليمين. او شيت. اوكي ياب شكلي وصلت. شوفوا زي ما انتم شايفين هذا هو شكله. اتصور how do I get up there. required item. محتاج اجيب هذه. خلينا نشوف الاتصال. اشوف هذا ايش تقول. Mia, I've almost reached the Lambda location. But I can't get there. I mean, there's a way up, but the ropes have been cut. And what? I could use some gear. I could use some climbing gear. Is there nothing you can use? I'm not having much luck. I'll let you know if I find anything. شوف ايش عنده من الكلام. في عنده كثير. Mia, I saw stranger rock. Yep. Yep, I saw a strange rock covered with tribal paintings. You think you could translate them for me? Do you remember what was on it? Two men, one black and one blue with a stone between them. Were there any inscriptions? هذا اللي شفناه بالحلم. Yes. Oh, yes. Yes, there were. Can you describe them? Okay, T. O dash T. So it might be a sign for a sort of spiritual passageway. The natives believe their ancestor spirits still live in the jungle and can be reached through certain rituals. The passageway also prevents evil spirits from returning. Right, but it sure as hell doesn't help me right now. I need a sign for a physical passageway. Sign. Wait. I have an idea. Over and out. ايش الفكرة؟ مطلوب مني اروح اشوف اشوف الحجر اللي شفته وانا قاعدة. هو قاعد تحت التأثير المهلوسات هذيلا. اوكي راح اروح اول شيء للبيس اريح. بعدين نروح نشوف المدخل اللي قال لي روح عليه. يلا الحين ان شاء الله قربت من البيت. اول ما اوصل وانام واصحى ان شاء الله نكمل الفيديو. اوكي الحين خلصت نمت وصحيت الساعة 3 الحين الصبح بدري. خل نشوف ايش قاعدة تقول لنا ميا. يسألها عن نفسه. ميا,
Is there anything else that you could tell me about my accident? Honey, I know as little as you do. Shit. I know, but I was running from something. I don't know how to help you. Just do whatever it takes to survive, okay? Your memories might come back on their own. Hmm? Yeah, well, maybe you're right. Over and out. Okay. يتفخ. يا شكل إن شاء الله تعلمنا. يلا خلينا نشوف بشامي. How are you feeling? اسأل ميا عن شعورها. Yeah, how are you feeling? It's been days. Is everything okay? Yeah, I'm a little dizzy. That's all. You're probably just tired. Why don't you get some rest? I just remembered that time when we flew out for the weekend to the Bahamas. Do you remember? Okay. هل أتذكر? Stay focused. Of course. Sure I do. How could I forget? We promised we'd go back there again. After all, we spent the whole visit in our hotel room and didn't really do much sightseeing. Oh! Yeah. Yeah. No, please, no. We'll never go there again. Yeah, haram. Don't say that. Don't give up. Stay focused. Everything will be fine. You'll see. If you believe it, then so do I. Shit! Okay, ناخذ هذه. يا مسكينة خلينا نشوف عندها شيء ثاني. لا ما عندها شيء تقوله خلاص اوكي. الحين زي ما قلت لكم طلعنا مع الخط اللي شفناه واحنا سكرانين. احنا تحت تأثير المهلوس اوكي. هذا هو الفتحة. وصلت له بس شكله مفتوح زي ما انتم شايفين ما هو مسكر. الحجر يطيح من فوق. اوكي هل خلصنا مهمتنا؟ الحين شوف بالنوتة عندنا المهمات هذه. يقول لي روح شيكت عليه تشيك ذا لوكيشن. هذا لسه ما رحت له بس هذا الاكزامن ذا روك رحت له خلاص. الحين نشوف ايش تقول لنا. اوكي هذا اللي بنروح نتعلق عليه ان شاء الله. خلينا نشوف ايش يقول ميا. ميا the rock I mentioned earlier is gone now. I don't know what happened. Are you certain you're in the right spot? إيه نفس المكان إيش فيك أنت؟ Yes, I'm positive. Okay, I am lost for words. Well, regardless, now I can get through here. I'll contact you if I find anything. Okay. Just be careful. إحنا دخلنا عاد قبل ما ننتظر إيش. Going crazy. Okay. دخلنا قبل ما يقول شيء خلنا ناكل هذا مكسرات. هذا مصدر ممتاز للدهون. في طريقين الحين في واحد طريق فوق وناس الثاني تحت. وين شو هذا؟ شيت 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 وين؟ استانا يا استانا كان قاعد كان قاعد جنبي ما دريت الا هو. بسم الله. ات لاست فجأة قاعد يغني ما دريت الا هو واقف. ويل اذا وقف ترى يطاردكم الى الابد. لازم تقتلونه لازم تقتلونه. ما في مجال. ما راح ينحال ما راح يترككم ولا شيء. اوكي العظام ما راح ما ابغاها. اخذت اكثر شيء يطلع منه ريش. يلا خلنا نتحرك. تبي تتحركون؟ ويل اوكي يلا نرجع نكمل اللي احنا سوينا. كل شيء كل شيء. يلا شوي راجعت لكم. شوف ايش جمعنا. لحظه خل شوف. هيومن ميت لا تاخذونه مو زين. نقدر نسوي فيه بيت بس ما احتاجه. ثقيل بس على الفاضي. بتحرك باخذ العظام. مهمه العظام جدا. ويل انا مجروحه. اشوف انسبكت سي. اوكي لازم اغسل نفسي. اخ
حطيت وحدة عليها باندج عادي، والثانية حطيت باندج حق ال حق السموم. خلاص الحين بس لازم أغسل نفسي وأرجع للبيس. ارتفعت عندي الحرارة، طلع لازم أحط باندج عادي، ما أحط باندج حق التسمم، وشكله صار عنده انفكشن زي ما انتم شايفين هنا. يو الله كل يدين الثنتين. شيت لازم ارجع البيس بسرعة، ان شاء الله يا رب اوصل. ويل شو الحظ الخايس. شيت ما في استامنة، متو ذبحني النمر، ما دريت اللي هو واقف بسط البيس. اوكي يلا شوي نرجع نكمل الجيم. واخيرا رجعت المكان اللي فيه المفترق الطرق اللي فيه، رحت له هنا واحد فوق هذا تحت. طلع الطريق على يدكم اليسار الطريق الصحيح، لا تروحون على يدكم اليمين. اكبر غلط سويته. عندي اثنين مكالمات، خلي اقول ست So, still looking for climbing gear. Nowhere to be found, huh? Any ideas? Well, I have a map, a marker, notebook, and a sense of humor. Is that so? Staying positive is the first rule of survival. Everyone knows that. And what's the second? ما عنده second one، خلينا نشوف. Survive, of course. Surviving, of course. You are the real expert. Okay. هنشوف ايش الحوار الثاني. Mia, the rock I mentioned earlier is gone now. I don't know what happened. Are you certain you're in the right نفس المقطع اللي قلته البداية اول ما دخلت ال Yes, I'm positive. المدخل. تقول هذا كله مزروع. I am lost for words. Well, regardless, now I can get through here. I'll contact you if I find anything. Okay. Be careful. فعلا فعلا كأن أشجار زيتون. Okay. الحين لازم نلقى لنا مكان نكمل فيه القصة. شوف النوتة إيش عندنا بالنوتة. لازم ألقى لي شيء اللي يطلع يطلعني فوق. على المكان اللي لقينا فيه هنا في الماب شايفين هذا، لازم اروح القى لي شيء يطلعني فوق. اوكي العلامات حقت اي انفاس اي كهوف او شيء راح تبين في الماب. اوكي صراحه مزروع هذا، باين انه مزروع صح ولا لا؟ مو طبيعي، والشجر كله طايح على الارض. ترى عرفت حل للنمر اذا اصاب زي ما شفنا من شوي مهاجم عليه النمر او الكوغر. لا حل ان شاء الله باذن الله في السرفايفل. اذا بدينا نلعب سرفايفل يعني اوبن وود عالم مفتوح، ان شاء الله راح نشوف كيف باذن الله. بس بما اني قاعده العب اللعبه الحين القصه، احاول اني اخلي اكبر قدر ممكن للقصه من الحلقه، وان شاء الله باذن الله اول ما نفتح ندخل على السرفايفل. لحظة هذا صوت نمر. شيت حاش ول 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 كنت اسمع صوته. عرفت وش الحل. الحل هنا، تعال شوف، ادري هو يلحقني ولا لا. الحل هنا. فاك. اي يب هذا هو الحل. دامت. شيت. شيت. يوز يوز. لازم اسوي هذا. وين النمل؟ شيت. متو. الحل نحط النمل على الجرح.
يعني مت وشبعت موت، يعني مت وشبعت موت في اللعبة هذه. يلا اوكي، في اتصال بيني وبين مية، خلينا نشوف ايش تقول. Hey, this might sound weird, but I found a road. What? هذا نفس اللي لقيناه في البداية. Someone must have come through here recently. I'm gonna check it out. Oh, great. Looking forward to some good news. اوكي، شلون بروح له الحين؟ ما ادري والله. يلا خلنا نلحق الخط. وين الطريق؟ من هنا. يلا بسم الله. لقيت مكان عجيب، هذا تكملة الشارع الخط، شوفوا شوفوا الأرضية كيف، والله شكله مو ما يطمن، خاف نصير قريب من قرية أو شيء، ما أدري والله. يلا خلينا نشوف شكلي قربت. ليلك روح روح ما أبغاك. واحد أكبر منه، في واحد صغير وواحد كبير. شوفوا ايش لقيت، شوفوا ايش لقيت بالصدفة، يا الله قاعد ادور كان بشكل ما شاء الله عليه وصلت. يلا خلينا نشوف ان شاء الله يا رب يلقى عندي الجرابلين هوك يا رب. بس عاد شلون بنزل الحين؟ تبي من الحشرات؟ يب هذا الخط الشارع، واه ما انتبهت عليه، والله اني ضيعته، بس الحمد لله لقيت شيء. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب يكون في الجرابلين هوك. اوكي يلا خلينا نقول مية. You're not gonna believe what I just found. جد. A city made of gold. يا سلام. What? No, no, it's a jeep. Well, it's not running anymore, but you know, there's some useful stuff in it. So it's good news, right? I think so. There's one thing that bothers me though. I found something that looks like a listening device connected to the walkie-talkie. Crazy, right? That's not good. What? Do you think someone might be listening to us? ما اقدر اشيله. Shit. It would be nice. Maybe they could help find me and I could finally get out of here. Usually if someone is eavesdropping, they don't have the best of intentions. I'm starting to think it doesn't even matter. Don't lose hope. You have to come back to me. I know. I know. Don't worry. Okay. شهد هذا ايش؟ بنادول. اوكي. هذا على طول ايد. لا ما اقدر اكله. وش شيت؟ هذا ايش بفيه انا اساسا؟ سكوت. شي غير بس خلاص. شو هذا؟ فيول. This might come in handy. If there's a jeep here, who knows what else I can find. من جد. اوكي اه وكي توكي. اقدر اشيله؟ نوب ما اقدر اشيله. ما راح اشرب. اوكي يلا خلينا نكمل مع نلحق الخط. اوه شيت. شوف الفرسات اللي في عندي انا، شوفوا عندي شيء بس ما ادري وش بالضبط. ياب هذا الهن باقي لسه ما خلصه. خلاص يلا خلينا نكمل. اوكي انتبه على طريقنا، راح الحق الخط هذا قد ما اقدر، نضيعت ولا شيء راح تدرون. اوه 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 شوفوا شوفوا الارض، شوفوا الارض. وات راح احاول قد ما اقدر اني ما احط اي شيء سرفايفل في الليتس بلاي، لان احنا نبي نشوف القصه. اوكي ان شاء الله في اول ما نبدا سرفايفل راح نكون تعلمت اشياء كثيره اثناء اللعبه هذه، وبكذا على طول انطلق انطلاقه ان شاء الله ممتازه جدا. بس بصراحة لعبة أسطورية من جد، لعبة خرافية تخليك تفكر من جد والله. شو هاللي وراي؟ شي؟ يلا أول ما ألقى شي مهم أرجع لكم. أوه شوفوا هذا، شوفوا هذا. What? What is this? أوكي شكلي تعلمته، حطيت لي فخ. أوكي
طريق راح يودينا داخل كهف. ما ادري انتم شفتوا كل شيء ولا راح عليكم. لقيت دخلت بدخل الكهف ولقيت عقرب. بسم الله. شو هذه؟ جيت. اوكي ناخذ هذا. شيء قدام ايرون. وات ايرون فين. اوكي حلو. حديد. وات. خلينا نشوف الماب. علمت مكان جديد انا. ويني هذه السياره؟ واو شوفوا وين. يلا شلون برجع هذا الكهف. لا اله الا الله مره بعيده. هذا الكهف اللي انا فيه وهذا البيت. شلون برجع الحين؟ لازم ابدا احط لي احط لي شو اسمه ماب لوكيشن. خل اشوف. اوكي جنريتور. ما يخوف. يوز. شفتي؟ So, got some news. Found an elevator. Had some issues with it. But finally managed to get it running, and now I can check to see where it leads. Jake, slow down. An elevator. I'll let you know as soon as I find out more. والله ما ادري. شكله كذا راح نوقف هنا حلقة اليوم. ما ادري كم سجلت. وان شاء الله نكمل على الحلقة الجاية بإذن الله. لا تنسوا تحطوا اللايك. إذا عندكم أسئلة واستفسارات عندكم الكومنت تحت. يا رب تكون عجبتكم الحلقة ولا تنسوا تحطوا اللايك. وفي أمان الله. أشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله.